مساء الخير اشرف باسم حضرتك. مهندس محمد فرج خبير تقني بالدراسه الصناعيه. طيب حضرتك بتيجي النهارده الورشه عن ايه؟ انا ليزين ايبوكسي. ليبوكسي انا بحب الايبوكسي قوي، بحب اشتغل بيه على فكره. طب انا شايفه ادوات كتير وخامات كتير مع حضرتك، ممكن تعرفنا هو ده ايبوكسي بس الباقي ايه؟ ايبوكسي كله ايبوكسي ملون. الايبوكسي عيله كبيره جدا. العيله دي بتنقسم لسولفنت بيز، سولفنت فري، ووتر بيز. كل فرع من العيله دي بيندرج تحت مجموعه من المنتجات، كل نوع من المنتجات دي متخصص في وظيفه معينه. يعني الايبوكسي مش مجرد بيز ومصلب شفاف بعمل منه كل حاجه وان هو الحل السحري لكل المشاكل الموجوده عندنا في الدهان، لا، كل نوع متخصص في وظيفه معينه. في نوع مقاوم للرطوبه، في نوع مقاوم للصدى، في نوع مقاوم للاحتكاك والاهتراء، في نوع ينفع لمصانع المواد الكيماويه، في نوع ينفع للمستشفيات والغرف العنايه المركزه، في نوع ينفع للمصانع القمح، نوع غذائي، في نوع ينفع لخزانه مياه الشرب. يعني انواع مختلفه وكثير جدا من عيله الايبوكسي. طب ممكن تفرجنا على حاجه حضرتك عاملها؟ يعني انا في سامبل صغير بالنسبه للاكسسوار فاستنج ايبوكسي، ده نوع مخصص لصب القوالب. الناس بتعمل حلي واكسسوار وترابيزات، فدي ده سامبل يعني عينه بنبقى صبينها بس نوري الناس كثافه الايبوكسي الكاستنج اللي احنا ممكن نقدر نعمله كثافه. ده انهي نوع ايبوكسي؟ ده الكاستنج ايبوكسي اللي هو ايبوكسي الخاص بالصب، صب القوالب. ده اللي بيتباع في الكيماويات والدهانات وكده؟ لا ده مستورد وانا الوحيد في مصر اللي بستورده. اللي هو ريزن ولا ده حاجه تانية؟ الريزن دي كلمه عامه، يعني الاكريليك اللي بيعملوا منه الدهان البلاستيك اللي على الحيطه عند حضرتك في البيت ده ريزن. الريزن البوليستر ده ريزن، اللاكي لي ريزن، الايبوكسي لي ريزن، الريزن والبوليمر والراتنجات والبايندر هم حاجه واحده. الناس بتفرق بينهم وكل واحد بيعملوا مقاله عن كلمه فيهم، هم حاجه واحده. ايه مصدر خبره حضرتك؟ شركه رينجسان. حضرتك شغال هنا؟ انا وكيل شركه رينجسان في مصر. اصلا انا انتيريور ديكوريشن ديزاين، لكن خدت تريننج في رينجسان ودبلومه في جامعه ازمير متخصصه في الدهانات الصناعيه. عرفت مكان اركان من فين؟ مدام انتصار مؤسسه حمله اميه مصر، هي اشطر واحده في شغل الهاند ميد في مصر تقريبا. هي اللي دعتني مره عندها في بيت حسن والمره الثانيه دعتني هنا عشان بطلت اشتغل شغل الهاند ميد من سنين، فما بصدق الاقي فرصه ان انا اخرج بره جو الشغل بتاعي وان انا اقعد مع الناس اعلمهم حاجه جديده. طيب ممكن حضرتك تدينا نبذه عن الورشه اللي حضرتك بتديها دلوقتي؟ احنا بندي دلوقتي ورشه عن الريزن ايبوكسي عموما، وبنخصصها في الكاستنج ايبوكسي اللي هو مخصص لصب القوالب، بحيث ان انا اقدر اعلمهم انهم يعملوا حرفه، يقدروا في البيت يصنعوا غوايش، سلاسل، ميداليات، تابلوهات، ترابيزات، يكون ليهم مصدر دخل من خلال حرفه في البيت. تمام. طيب حضرتك ايه رايك في اليوم النهارده؟ اولا يوم لذيذ جدا ودمه خفيف، انا بس جاي تعبان وجاي فايق، كنت عملت لهم سيرك هنا لكن يعني يا ريت يتكرر تاني بجد. رايك ايه في الهاند ميد، في مستقبل مصر في الهاند ميد؟ ده هو اللي جاي. الهاند ميد ما بقاش مجرد عمل فني بعمله وانا بقيت معجب بيه ان انا عملته بس، لا، هو بقى يعني بقى متطور، الادوات بقت متطوره، الديزاين والتصميمات والالوان متوفره على الانترنت بشكل قوي، الافكار بقت كتير، الايد العامله كتير، فبنقدر نطلع منه انتاج يتباع بشكل قوي والناس تقدر تكسب منه فلوس ونبطل بطاله بقى ونعمل الصيني التانيه. طب بتنصح ايه فنانين الهاند ميد ان هم يوصلوا للعالميه؟ اولا درب نفسك كويس، ما تتغرش ان انت بقيت بروفيشنال في شغلك لانك هتلاقي الاعلى منك. افضل اتعلم على طول باستمرار، دور على الخامه الكويسه الهاي كواليتي عشان هتديك نتيجه كويسه في المنتج اللي انت هتطلعه. ما تقلفش، يعني ما اقولش ده قدم بيمسك على الحديد يبقى هيمسك على الخشب، لا، الحاجات الخاصه بشغل الحديد هي للحديد والخاص بشغل الخشب للخشب. ما ينفعش احط زيت على الميه، صح؟ بس التجربه يعني حلوه كفنان ان انت تعمل حاجه مبتكره، فلازم تجرب الاول. ما انا هجرب والنتيجه فاشله، هل يختلط شرف المحاوله؟ احنا عارفين الزيت بيختلط بالميه، يبقى ليه بحط الالوان الاكريليك المائيه على الايبوكسي السولفنت بيز او السولفنت فري؟ طب ايه الالوان اللي ينفع نستخدمها على الايبوكسي؟ الوان من جنس النوع نفسه، يعني الوان ايبوكسي او الوان سولفنت بيز، الوان بمذيبات مش ووتر بيز. طب الوان الزيت تنفع؟ الوان الزيت سولفنت بيز تنفع،